نشر موقع قشن بريس تقريرا عن ظاهرة تراكم النفايات في مدينة حديبو عاصمة سوق قطرة، والتي تعد قضية قديمة حديثا أو قضية قديمة حديثة ما زالت تشوه وجه الأرخبيل الجميل. يقول الموقع إنه زاد معدل تراكم النفايات مؤخرا، حيث تمددت نحو أزقة وشوارع العاصمة حديبو وتوزعت على أحياء المدينة لتمحو جمالها وتفسد هواءها وتنتزع البهاء الذي لطالما عرفت به سوق قطرة ومدنها. وفقا للموقع، فقد حذر مختصون في مجال البيئة من كارثة وشيكة بسبب كثرة النفايات في شوارع العاصمة حديبو، حيث تهدد تلك النفايات بانتشار الحميات المسببة للأمراض والأوبئة، لا سيما في فصل الشتاء حيث تتكاثر البعوض والجراثيم والحشرات الناقلة للأمراض.